أخذنا سابقا البي جي تي امبليفاير بثلاث انواع، كومن بيس، كومن اميتر، كومن كوليكتر. عرفنا كيف نعمل الفول اي سي السمول سيجنال اناليسز على هذا النوع من الامبليفاير. هلا ضل في عندنا نوع جديد من الامبليفايرز بسموه الفيت، اللي الدوائر الامبليفاير المستخدم فيها دي موسفيت والجي فيت. احنا اليوم راح هذه المحاضره راح نتخصصها نتكلم عن الكومن سورس فيت امبليفاير. بدنا نشوف كيف السمول سيجنال ايكوفلنت موديل بتكون، وكيف آلية تحويل الدائرة الانتاير سيركت للسمول سيجنال سيركت. اول اشي هون بدنا نتكلم الفيت امبليفاير بالعادة يستخدم في تطبيقات لما بتكون انت بحاجة ل very high input impedance، لانه الهاي الانبوت امبيدنس للنوع هذا من الامبليفاير دائما بتكون عالية جدا. بتتذكروا درستوا في الالكترونيات واحد سابقا انه دائما الممانعه بين طرف الجيت وطرف السورس على الدي موسفيت ان شانل دي موسفيت او على الان شانل جيفت الترانزستور الان شانل جيفت دائما بتكون جدا جدا عاليه لسبب بسيط، لانه اذا طلع على الدي موسفيت مثلا هون الجيت بيكون انسوليتد معزول عن طرفين الدرين والسورس بماده عازله. واضح كيف؟ في مرات بستخدم زي ماده السيليكون دايوكسيد. طيب عشان هيك الانبوت امبيدنس دائما لهدول الانواع من الترانزستورات بتكون عاليه جدا، اعلى بكثير لسه من القيم اللي كنا نشوفها بالبي جي تي امبليفاير. مفهوم كيف؟ في عندنا هون بدنا اول خاصيه انه دائما الانبوت امبيدنس عالي كثير، بس الديس ادفانتج اللي موجوده فيه انه الفولتج جين بتكون مش عالي، يعني قريب العشرة او خمسة على because of high input impedance the AC equivalent أو الفيت ترانزستور is somewhat sim، يعني الدائرة المكافئة أو small signal equivalent model في الفيت amplifier أبسط، دائرته أبسط شوية من الدائرة اللي كنا نشوفها بال BGT ترانزستور. طبعا في تطبيقات مختلفة للفيت amplifier في دوائر زي ال RF amplifier، ال FM tuners، في ال communication equipments. طبعا فت الترانزستور بالعاده احنا زي هلا المفهوم اللي كنا طبقناه سابقا على البي دي تي لما كان له ثلاث اطراف، وكنا بالعاده لما نيجي نحطه في التو بورت سيستم بالعاده كنا دائما ناخذ طرف مشترك بين الانبوت والاوتبوت، نفس المفهوم بدنا نطبقه على الفت الترانزستور. هلا الفت الترانزستور له ثلاث اطراف اللي هم الجيت والدرين والسورس. هلا لما نيجي نحطه في التو بورت سيستم لازم التو بورت سيستم دائما بيحتوي على اربع اطراف، اذا لازم ناخذ طرف مشترك بين الانبوت والاوتبوت. في بتصير مرات انت اذا اخذت طرف السورس بتصير الكونفيجريشن اسمها كومن سورس كونفيجريشن. هون اذا اخذنا الدرين مشترك بين الانبوت والاوتبوت بيكون الدرين طبعا بتصير الكونفيجريشن اسمها الكومن درين كونفيجريشن. اذا اخذنا الجيت والطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت بتصير السيركت اسمها كومن جيت كونفيجريشن. واضح كيف؟ طبعا هون بفرجينا كيف لو جينا طبقنا لو استخدمنا هون ان شانل فيت او بي شانل فيت. انا ليش كتبت فيت هون ما حكيت مثلا جي فيت حتى اعممها، يعني اعمم هذا العنوان على النوع الثاني اللي هو الدي موسفيت. يعني سواء الواحد فيكم استخدم فيت جي فيت او دي موسفيت راح يحصل على نفس النتائج، وانما بس الدي موسفيت بعطي نتائج لسه احسن. ليش؟ لانه الانبوت امبيدنس تبعته اعلى بكثير من الجيفت، لانه اللي حكيت انه الجيت معزوله عن الطرفين الدرين والسورس بماده عازله. على كل حال هلا لو جينا احنا شفنا الان شانل فيت وهذا البي شانل فيت، الكونفيجريشن اللي موجوده عندي هون ايش تسمى؟ هذه كومن سورس، لانه لاحظ كيف السورس هو الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت. واضح كيف؟ طلع كيف هي هذا طرف السورس على طرف الانبوت جاي، وهون كذلك مشتركة مع الاوتبوت. طيب اذا طبقنا اشارة حطينا سيمتريكال سوينج طبقناها بين طرفين الجيت والسورس، اللي راح يصير انه افكتفلي هاي الاشارة راح تتكبر، بس للاسف مش بمقدار كبير كتير، يعني راح تكون اكثر شيء 10 او 5 5 تايمز تكبر او 10 تايمز. بس ايش بيصير؟ راح يصير عليها انفيرجن انفيرتد زي ما كنا نشوف في الكومن ايميتر بي جي تي امبليفاير. واضح كيف؟ هاي الاشاره هون انفيرتد، دليل انه في عندنا فيز شيفت مقداره 180 درجه بين موجه الانبوت وموجه الاوتبوت. طبعا الاوتبوت فولتج هون ظاهر على اطراف الدرين والسورس، هي زي ما انتم شايفين هون، والانبوت فولتج مطبق بين طرفين الجيت والسورس. مفهوم كيف؟ هذا الكونفيجريشن اسمها الكومن سورس كونفيجريشن.
طبعا في الكومن سورس امبليفاير احنا هذا اول نوع راح نتناوله في الامس في الفيت امبليفاير. الكومن سورس امبليفاير ذا انبوت سيجنال از ابلايد تو ذا جيت اوكي، والاوتبوت سيجنال دائما ناخذها من طرف الدرين. وي ماي يوز الدي موسفيت، هاي بيحكي هون انه في امكانيه نستخدم الدي موسفيت بدل الجي اف ات ترانزستور، which gives even larger input impedance، بتكون الممانعه على بين طرفين الجيت والسورس بتكون عاليه جدا. هلا اذا جينا نشوف مثال على الكومن سورس كومن سورس فيت امبليفاير سيركت، زي ما احنا شايفين هون الانبوت سيجنال مطبقه على الجيت باستخدام كابلنج كاباستر سي 1، الاوتبوت سيجنال بناخذها من طرف الدرين باستخدام من خلال الكابلنج كاباستر سي 2، وفي عندنا سي 3 بيعمل باي باس على طرف السورس. هذه الدائره عباره عن سيلف بايس كومن سورس فيت امبليفاير سيركت. في خصائص هلا للكومن سورس فيت امبليفاير، الفولتج جين دائما بتكون قيمته قليله. في شيء بخص النو لود كرنت جين، هذا انديفايند لانه لسه احنا لسببين. السبب الاول انه اذا بتطلع على الاي سي ايكوفلنت سيركت بتشوفها انه موفر هاي ديجري اوف ايزوليشن بين الانبوت والاوتبوت زي ما احنا شايفين هون، طبعا كيف الانبوت معزوله عن الاوتبوت. والسبب الثاني عشان الار ال مش محطوطه افكتفلي، بتكون الكرنت جين انديفايند مش معروفه. بس اذا حطينا لود وجينا نحسب اي اي ال مثلا او اي اي اس، راح يطلعوا معنا قيمهم عاليه جدا لسبب بسيط، لانه الانبوت كرنت لما تكون عندنا الترانزستور الانبوت امبيدنس عالي جدا، بتكون الانبوت كرنت شو ماله قيمته جدا قليله. فعشان هيك الكرنت جينز في الكومن سورس فيت امبليفاير سيركت بتكون قيمهم عالية كثير كثير بعكس الفولتج جين. هلا في عندنا انبوت والاوتبوت فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت مقداره 180 درجه على الجهد، هذا بخص الجهد هون هي حاططها ثيتا في، واضح الانبوت امبيدنس فيري لارج والاوتبوت امبيدنس احنا بامكاننا نتحكم فيها من خلال اختيار قيمة ار دي قليلة، بس effectively بتكون medium، يعني مش لا هي قليلة كثير ولا هي عالية كثير. طبعا هلا الغرض من استخدام الجيت ريزيستر هون بيأدي غرضين، to establish the input impedance، لأنه the input impedance هو نفسه الجيت عبارة عن قيمة الجيت ريزيستر اللي موجودة هون، بالعادة بنحطها قيمة عالية جدا، واضح كيف؟ ليش بيستخدم هذا الجيت ريزيستر على مثلا الجيفت او الدي موسفيت؟ حتى يعمل prevent للتشارج بيلد اب، لانه الاداء تبع الترانزستور هون راح يتغير معنا اذا شلنا هذه المقاومه. فاذا بنحطها احنا حتى تعمل طرف الجيت، بنخلي شنط او موصول مع الجراوند من خلال ايش الجيت ريزستور هذا، فبتعمل شيء بسموه prevents charge build up على منطقه الجيت. اذا جينا نشوف هون هاي symmetrical swing طبقناها على البيز للكومن سورس فيت امبليفاير سيركت، واضح لاحظ كيف الانبوت سيجنال هيك بيكون شكلها، الاوتبوت سيجنال بتكون مكبره شويه، حكينا لانه الفولتج جين بالعاده بيكون مش كثير بيفرق عن يعني الاوتبوت فولتج بيختلفش كثير عن الانبوت فولتج، يمكن يكون الفولتج جين 5 او 10، بس مهم جدا تتاكد تعرف تماما انه الاشاره لازم تكون معي انفيرتد. هلا كيف بدنا نتاكد من هذا الحكي في الحال؟ لما تكون عندك الاشاره على الفولتج جين دائما قيمه الاشاره تبعته سالبه بتكون، عشان نفرجيك انه في عندنا فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج مقداره 180 درجه. هلا مهم جدا هون زي ما كنا نسوي في الجي فيت ترانزستور في الفيت عفوا زي ما كنا نحكي بالبي جي تي ترانزستور، في عندنا لما طبقنا قبل السمول سيجنال اناليسيس كنا نستخدم شيء بسموه اللارج سيجنال اناليسيس، كنا نشوف انه احسن وضعيه اذا بدك تستخدم البي جي تي امبليفاير نحط الكيو بوينت رايت ان ذا ميدل. نفس الفكره هون بدك تعمل شيء بسموه الميد بايس اوبريشن حتى تتاكد انه الاشاره على الاوتبوت ما صار عليها اي شكل من اشكال الديستورشن. فالميد بايس طبعا في الفيت ترانزستور سواء كان جي فيت او دي موس فيت بالعاده بناخذ قيمه الاي دي كيو بتساوي الاي دي اس اس على 2، يعني لو جينا طلعنا على الكاركترستيك كيرف هون بتخلي الاي دي كيو هون قيمته جاي في منتصف المسافه بين الصفر وبين الاي دي اس اس. هلا في المقابل لما تيجي تعوض بالشوكلي ايكويجن رح تطلع معك الفي جي اس كيو، ما بتطلع هذه مقسومه على اربعه هون، عفوا استنى شوي خليها مقسومه هاي اسمها الأربعة. أوكي.
ما بتطلع اثنين. اوكي، فهيك انت هيك ساعتها تاكدنا انه صارت عندنا الكيو بوينت رايت ان ذا ميدل اوف ايش الانبوت كاركترستيك كيرف. خلينا نيجي نشوف هون. هلا مهم جدا هذه الاشاره المطبقه على الانبوت، هي هذه الاشاره المطبقه على الانبوت لما تظهر لازم تكون طبعا هذه هي بين طرف ال... لا عفوا هي الاشاره المطبقه على الانبوت، لاحظ كيف بين الجيت والسورس. هلا مهم جدا انه هاي الاشاره ما يصير عليها اي شكل من اشكال الديستورشن. اذا كانت مثلا واحد فيكم اجى استخدم فيت امبليفاير سيركت زي ما انا شايفها هون، وكانت الكيو بوينت مثلا جاي تحت لتحت هون او جاي مرفوع لفوق، شو اللي راح يصير؟ راح يصير انه هاي الاشاره راح يصير عليها ديستورشن، بدليل انه الاوتبوت سيجنال راح يصير في عليها كليبنج اما من الجهه اللي فوق او من الجهه اللي تحت. فهذا لو استخدمناه مثلا في دائره عمليه تعمل مثلا امبليفيكيشن للصوت، فراح تسمع تشويش واضح في هذا الصوت، دليل انه صار في عندنا شيء بسموه كليبنج. حتى نتجنب هاي الاشكاليات كلها مهم جدا انه نخلي الكيو بوينت وين الاي دي كيو تبعت الكيو بوينت جايه في منتصف المسافه بين الصفر وبين الاي دي اس اس، واضح كيف؟ طبعا هذه الاشاره هون لما احنا بنطبق سوينج سيمتريكال سوينج على الانبوت من مصدر التغذيه هون، واضح؟ لازم تكون مهم جدا بعيد بحكي الكيو بوينت تكون في المنتصف. هذه اشاره الجهد راح تولد اشاره تيار الاي دي كيو، هل الاي دي عفوا محور التماثل في عندنا للموجات هذول واحد اثنتين ثلاثه هو عباره عن الكيو بوينت. بس اللي صاير حتى تفهم الرسمه بالضبط كيف صاير معنا، انا الرسمه هون صاير ارتداد للموجه. طبعا هون هذه بسموها الانبوت كاركترستيك كيرف للفت للجيفت او الدي موسفت ترانزستور. طبعا الانبوت كاركترستيك كيرف بتربط بين الاي بي والفي جي اس، واضح؟ في عندنا العلاقه اللي بتربط بينهم هي الشوكلي اكويجن، الخط اللي هذا عباره عن بارابوليك لاين، واضح؟ محكوم بالعلاقه الرياضيه اللي موجوده هون. الاوتبوت كاركترستيك كيرف دائما بيرتسم بين الاي دي والفي دي اس، مفهوم كيف؟ هي زي ما انت شايف هون. هلا بتعرف دائما في الدي موسفت والجي فيت في منطقه بسموها الكونستنت كرنت ريجن زي ما انت شايف هون. هلا انا لما باجي بطبق الموجه هذه عباره عن جيت سورس فولتج، بترتسم هذه الجيت سورس فولتج بتكون مطبقه على فين؟ على الانبوت كاركترستيك كيرف. هلا هذه راح يصير لها ارتداد، طبعا راح تكون هذه موجة الجهد اللي موجوده هون راح تكون موجة تيار، هذه الموجة اللي موجوده هون سيمتريكال سوينج، اي انه الارتفاع والانخفاض لها نفس المقدار. طبعا هذه موجة التيار لما تيجي تروح على الاوتبوت كاركترستيك كيرف راح تشكل ايش؟ موجة جهد على الاوتبوت. فملاحظ انت هون الموجات الثنتين هذول السيكونس تبعهم بالعكس تماما، يعني هون اذا كان في عندنا بلشنا من تحت بوزيتيف هاف سايكل نيجاتيف هاف سايكل، اللي ظهر لازم الموجه تظهر معي على الاوتبوت بهذا الشكل نيجاتيف هاف سايكل بوزيتيف هاف سايكل. هلا هذه افضل وضعيه بتقدر تحط فيها الكيو بوينت بحيث انك تتجنب تعمل شيء بسموه كليبنج على الموجه من فوق من تحت. هلا بعيد وبحكي فيما لو واحد فيكم مثلا غير القيم تبعت الار دي او الار اس او في دي بي او غير البارامتر تبعت الديفت الترانزستور، يمكن مرات الكيو بوينت بتكون زايحه لفوق او نازله لتحت كثير. المشكله اللي راح توقع فيها في هاي الحاله ان الموجه اللي راح يصير فيها عليها قص من فوق او من تحت او مرات من الجهتين، فهذا حكي مش مرغوب فيه من مره. فدائما وابدا انا لما بدي اجي اتعامل مع اي فيت امبليفاير سيركت لازم اتاكد انه مطبق، يعني مفهوم الميد بايس موجوده عليه، اي انه انت لازم تكون مختار الفي دي دي والار دي والار اس مع البارامتر تبعت الجيفت او الدي موسفت، بحيث انه ايش؟ تكون عندك هاي المتحققه العمليه هون متحققه معنا، انه الاي دي كيو جاي في منتصف المسافه بين الاي دي اس اس والصفر، مفهوم كيف؟ في المقابل قديش الجهد بده يكون؟ في المقابل لما تيجي تعوض في الشوكلي ايكويجن هون راح تشوف انه الفي جي اس كيو وين راح تيجي؟ هون مقسومه على اربعه، لانه الخط اللي رابط بين الاثنين بين الفي جي اس والاي دي بارابوليك لاين، مفهوم كيف؟ طبعا هون خلينا نشوف شو الملاحظات اللي كاتبها. الانبوت سيجنال الفي انبوت از فانكشن اوف تي هي بيولد انه كوزز جيت سورس فولتج تو سوينج ابوف اند بيلو اتس كيو بوينت فاليو. الجرافيكال illustration shows how the sinusoidally symmetrical swing produces. طبعا هذا الجهد راح يولد حاجتين اللي هم الاي دي كيو الاي دي عفوا as a function of t هي هون،
واضح؟ هذا عبارة عن إيش؟ القيمة اللي موجودة هون هذه مش كونستنت، مش دي سي، هذه حطتها أنا سمول لتر. يعني شو شفت يعني؟ هذا عبارة عن instantaneous value، قيمة التيار أو الجهد فيها بتكون مرتبطة مع الزمن. هلأ في عندي هون التيار وفي عندي الـ VDS، هي ولدت الـ VDS موجودة على الأوتبوت. يعني هذه بعيد وبحكي الموجة اللي طبقناها على الانبوت ولدت لي two instantaneous values، الـ instantaneous value الأولى اللي هي الـ ID as a function of t، والـ instantaneous value الثانية اللي هي الـ VDS as a function of t. مفهوم كيف؟ هلا ال VGS as a function of t هي موجة الانبوت، وال VDS as a function of t هي عبارة عن موجة الاوتبوت. هلا هون you may clearly notice انه ال VGS وال VDS are inverted by a phase shift. في ازاحة بينهم الثنتين، موجة الانبوت وموجة الاوتبوت مقدارها 180 درجة. هلا the first step حتى نقدر نحلل احنا دائرة الفت امبليفاير سيركت زي ما كنا نسوي في البي جي تي امبليفاير، مهم جدا يجي الطالب يطبق الدي سي اناليسيس بعدين فولد باي ايش الاي سي اناليسيس. ما بصير يطبق الاي سي قبل الدي سي. الدي سي اناليسيس اول شيء دائما اي كاباستر موجود عندي دائما بنفرض هذا الكاباستر، مش بنفرض، هو افكتفلي دائما الكاباستر بيكون في دائره الدي سي اوبن سيركت بغض النظر قديش كانت قيمته او حتى نوعه، سواء كان سيراميك او الكتروليتيك، كانت قيمته كثير قليله او قيمته عاليه، دائما هذا الكاباستر بصير ايش؟ اوبن سيركت في الدي سي. واضح؟ النقطة الثانية apply relevant circuit analysis technique. دائما لما تشوف دي موسفيت او جي فيت المشترك فيهم كلهم انه بنطبق عليهم معادلة الشوك لإيكويجن هي اللي موجودة هون. هلا بتضل في دوائر بايسنج مختلفة، ثلاث دوائر مختلفة تعمل بايس مثلا للجي فيت او الان شانل دي موسفيت او حتى البي شانل كمان. هم الدائرة الأولى fixed bias configuration والself bias configuration والvoltage divider bias configuration. هلا حتى لو ما جاب يعني في السؤال شو نوع الconfiguration، كنت أنا معطيك الدائرة لحاله الطالب بده يتعرف من خلال الشكل أو رسمة الدائرة بده لحاله يعرف إيش شو نوع الconfiguration اللي محطوط فيها الفت الترانزستور. واضح كيف؟ طبعا هون في عندنا for the GFET and the MOSFET transistor the drain current is controlled by the gate source voltage according to Shipley equation الموجودة هون. طبعا في عندنا الكونفيجريشن الثلاثة اللي بصير انه ال VGSQ كل واحدة لها قيمة تختلف عن الثانية. إذا كان مثلا الدائرة جبت لك إياها fixed bias configuration VGSQ بدها تساوي قيمة مصدر التغذية زي هيك، يعني مثلا ال زي الدائرة اللي موجودة هون زي هيك مثلا، زي هذه دائرة فيكست بايس. كيف يعني؟ انه احنا حتى نقدر نشغل الجي فيت الترانزستور هذا الان شانل بدنا مصدرين تغذية، واحد موجود بين طرف الدرين والسورس والثاني موجود على جهة البيت. فاذا الفي جي اس كيو هون شو راح تساوي؟ راح تساوي معنا قيمة مصدر التغذية. بس طبعا هون زي ما انت شايف التغذية هون بتكون سالبة، ما بصير تكون موجبة على الان شانل. هلا هاي المقاومة بالعادة ايش؟ لأنه التيار على الانبوت بتكون قيمته جدا قليلة، فهذا التيار يؤول إلى الصفر، فهاي المقاومة الجيت ريزستر هذه بتصير عبارة عن شورت سيركت. مفهوم كيف هيك؟ بدك تتعامل مع مصدر التغذية كأنه مطبق بشكل مباشر بين طرفين الجيت والسورس. خلينا نيجي نشوف. اوكي هلا إذا جبنا، إذا كانت الدائرة سيلف بايس كونفيجريشن، سيلف بايس، دائرة السيلف بايس هيك بكون شكلها. هيك بيكون شكلها. بالعاده بيكون في عندنا جيت ريزستور محطوطه هون وفي عندنا السورس ريزستور. هلا قيمه فرق الجهد المتكونه على السورس ريزستور هون بتحدد قيمه الجهد بين الجيت والسورس، فهذه قيمه الجهد المطبقه بين الجيت والسورس حسب الشوك ايكويشن راح تحدد قديش قيمه التيار اللي بيسمح الان شانل او الان شانل او الجيفت الترانزستور بتمريره. واضح كيف؟ طيب خلينا نيجي نشوف حاجه ثانيه. اوكي هلا اذا كانت الفولتج ديفايدر بايس كونفيجريشن بامكانك تعوض فيها معادله الفي جي اس كيو بهذا الشكل. بتكون الاي سي اناليسيس، هلا في الاي سي اناليسيس بدنا نستخدم الطرق التقريبيه زي كيف نتعامل، كنا نتعامل مع البي دي تي امبليفاير في حاله انه كان فيها ايديل. شو يعني الايديل؟ انه الجينز تبعونه الفولتج جين والكرنت جين ما بتاثروا بايش؟
قيمة التردد اللي أنت مطبقه على الانبوت سيجنال، لأنه بس براكتيكالي حكينا سابقا أنه دائما الكباسترات في شيء لهم بسموه كباسيتيف رياكتنس، والكباسيتيف رياكتنس له ارتباط مباشر مع التردد. هلا إذا أنت بتغير التردد بالعادة، هذا التردد راح يأثر على الكباسيتيف رياكتنس، والكباسيتيف رياكتنس افكتيفلي راح يأثر على الفولتج والكرنت جينز. نفس المفهوم راح ينطبق هون على الفيت الترانزستور، بس إذا اعتبرنا هذا الفيت عبارة عن ايديال امبليفاير، إذا هون شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه هذا الامبليفاير ما راح يتاثر بالتردد، اذا الفولتج والكرنت جينز بيضلوا ايش معي كونستنت، يعني بيكونوا اندبندنت مستقلات تماما عن ايش؟ عن الفريكونسي اللي بتاثر على الكباستيف رياكتنس تبعت الكباسترز للكباسترز. السمول سيجنال اناليسيس بيجنز باي ريموفينج الدي سي سورس افكت الفي دي دي، طبعا حسب السوبر بوزيشن تكنيك دائما الفي دي دي هون بنحولها لجراوند. هلا بنشوف في مثال عندنا مش مشكله. اوكي، الخطوه اللي بعدها اي كريستال موجود عندنا لازم نحوله لشورت سيركت. طبعا الدائره سواء كان مستخدم انت ان كان فت الترانزستور بشقينهم، يعني الفت او المستخدم جي فت عفوا زي ما انت شايفه هون، او الدي موس فت، سواء كنت مستخدم بي شانل او ان شانل، بامكانك اي دائره اي ترانزستور موجود من هذول الاربعه بامكانك تستبدله بالسمول سيجنال ايكوفلنت موديل زي ما احنا شايفينه هون. الملاحظ انه السمول سيجنال ايكوفلنت موديل في جزئين، القسم اللي البارت اللي موجود على الجهه اليسار هذا الانبوت بين طرفين الجيت والسورس، والاوتبوت جاي بين دائما طرفين الدرين والسورس. هلا هذه الدائره بتستخدم في الكومون سورس لعلمك، لا زي ما انت ملاحظ ليش؟ لانه السورس اللي هو الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت. هلا الانبوت هون هذه الدائره موفره هاي ديجري اوف ايزوليشن بين الانبوت والاوتبوت، يعني الانبوت عندي هون معزول بشكل تام عن الاوتبوت، فهذه ميزه في التحليل بتسهل علينا كثير. بتلاحظوا انه كنا لما نحل في البي جي تي امبليفاير كنا مرات الانبوت كان في له تاثير مباشر على الاوتبوت، زي ما كنا نشوف الكومن كولكتر امبليفاير زي تاثير الار اس لما على الاوتبوت امبيدنس، او تاثير مثلا الار ال على سوري الار اس لما تاثر على الاوتبوت امبيدنس، والار ال لما تاثر على الانبوت امبيدنس. هذا الحكي ما راح نشوفه معنا هون في هذا في الفيت امبليفايرز زي ما انت شايف، لانه بعيد وبحكي الانبوت والاوتبوت معزولين عن بعض بشكل تام، مفهوم كيف؟ طبعا هون ما حط مقاومه بين طرفين الجيت والسورس، لانه الممانعه بين الجيت ليش ما حط ليش حطها اوبن سيركت؟ لانه الممانعه بين الجيت والسورس على اي نوع من الانواع الاربعه اللي موجوده هون عالي جدا، يعني بسال الطالب قديش بتكون، يمكن تكون 100 ميجا اوم، ميجا يعني 10 قوه 6، فهذه المقاومه عشانها قيمتها عاليه جدا تكاد تقول انها تكون اوبن سيركت، مفهوم كيف؟ طبعا هذا عباره عن حطيت هون الشكل، انا سابقا في البي جي تي كنت احط دائرة، فكان يفكر الطالب انها اندبندنت كرنت سورس، لا هو افكتفلي حكينا بس انا حطيتها هيك المفروض حطيتها شكل معين، لانه احنا تعودنا دائما الديبندنت سورس سواء كان فولتج او كرنت سورس لازم نحط شكل معين، فالشكل المعين هذا بفرجيني انه هذا مصدر التيار، قيمه التيار اللي موجود اللي معدي هون بين طرف الدرين والسورس تعتمد بشكل مباشر على فرق الجهد بين الجيت والسورس، مفهوم كيف؟ فهذا ديبندنت كرنت سورس، عشان هيك حطيت لك اياه الشكل المعين هذا. هلا اتجاه اندفاع التيار لتحت ليش حطيناها بهذا الشكل؟ عشان تعمل انتروداكشن لفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت. هلا لو واحد فيكم اجى حط السهم لفوق ساعتها بتكون الفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت بتكون صفر، بس احنا حكينا دائما في الكومن سورس الانبوت والاوتبوت ويف فورمز فولتج ويف فورمز دائما في ازاحه بينهم مقدارها 180 درجه، فعشان نقدر نعمل هاي الازاحه يحتم عليك انه انت تحط اتجاه اندفاع التيار لتحت. بضل في عندنا شيء في البارامتر تبعت الفيت ترانزستور، في شيء بسموه الاي سي ريزيستنس او الاي سي درين ريزيستنس الار دي، هلا بنحكي كيف تعريفها وكيف بيكون اشتقاقها باستخدام المعادلات الرياضيه، واضح كيف؟ طبعا في عندنا هون في تو بارامترز، الجي ام هاي بدنا نحفظ ايش هي، هاي الترانس كوندكتنس فاكتور، الترانس كوندكتنس دائما بتكون حاصل قسمه بعكس الريزيستنس بتكون حاصل قسمة التيار على الجهد، فوحدتها دائما ما بتكون ام وانما تسمى سيمنز، سيمنز اول حرف من كلمه سيمنز حطينا اس هون. الار دي هي اسمها الانترنال اي سي درين ريزيستنس او الانترنال درين ريزيستنس، واضح؟ اوكي خلينا نيجي نشوف هلا السمول سيجنال موديل از ريبريزنتد باي اوبن سيركت ات ذا انبوت، هي لاحظ
بين الجيت والسورس because the input impedance of JFET and are very very large. الممانعة بين بعيد وبحكي بين الجيت والسورس عشانها عالية جدا. احنا جينا مثلنا هون حطينا open circuit ما حطينا مقاومة ولا مرة. واضح كيف؟ في عنا الفت الترانزستور بارامترز ثلاث اشياء بدنا نتعرف عليهم. الاول شيء بسال الار دي او الاي سي درين ريزيستنس. في عنا شيء بسموه الجي ام او الجي اف اس هذا الترانس كوندكتنس. في عنا حاجه ثالثه بسموها الامبليفيكيشن فاكتور. هلا اذا بدك تيجي تعريف المفهوم الفيزيائي للار دي او الاي سي درين ريزيستنس ايش بيعني؟ يعني الاي سي درين ريزيستنس از ديفايند هو عباره عن حاصل قسمه التغير في الدرين سورس فولتج على قيمة التغير في الدرين كارنت. هلا افكتفلي هذا المقدار الار دي دائما تطلع معانا قيمته عالية كثير. لو جينا حتى اوضح لك هذه كيف بنحسبها الار دي، لو جينا على دائرة عملية شايفينها بالصفحة هذه، لو جينا على هذه الدائرة الفيكس بايس كونفيجريشن هون، واضح كيف؟ الجيت هون الجهد تبع الجيت خليته ثابت، ليش؟ لأنه طالب مني لما بدك تيجي تطلع الار دي انت بدك تحسبها مثلا الترانزستور بتخلي الفي جي اس كونستنت. كيف بنخلي الفي جي اس كونستنت؟ يعني اذا كان الجيت فولتج مثلا قيمته سالب واحد بتخليه سالب واحد زي ما هو ما بتغير عليه ولا شيء. هلا شو بالعاده بصير؟ بالعاده الترانزستور هون بيكون شغال في منطقه بسموها الكونستنت كرنت ريجن. يتجاوز ان انت بتحكي كونستنت كرنت، بس لما الواحد فيكم مثلا بصير غير في قيمه المقاومه هاي، فلنفرض انت خفضت من هاي المقاومه، شو اللي راح يصير؟ راح يصير في عندي ارتفاع بسيط في قيمه التيار، بينما في المقابل الفي دي اس راح تزيد معنا بشكل كبير. ليش؟ لانه انت لما بتخفض قيمه المقاومه الفولتج دروب على هاي المقاومه راح يقل، اذا الفي دي اس هون شو راح يصير فيها؟ راح تزيد. واضح كيف؟ الجهد تبع مصدر التغذيه بيكون موزع على المقاومه هاي وعلى الدرين سورس. لما بنخفض قيمه المقاومه بعيد وبحكي الدرين سورس فولتج راح يزيد معنا. فاللي راح يصير لما نخفض قيمه المقاومه، لاحظ انت عملت فول ترانزيشن من كيو 1 لكيو 2، انتقلت من هون لهون، بس عشان الخط جاي عندي اقرب ما يكون الخط المستقيم، تغير التيار من كيو 1 لكيو 2 اكيد راح يكون قليل كثير. هي خاصيه، هذه عباره عن خاصيه موجوده في الدي موسفيت او الجي فيت سواء كانوا ان شانل او بي شانل. واضح كيف؟ تغير التيار من كيو 1 لكيو 2 راح يكون قليل كثير، بينما التغير في الجهد راح يكون سيجنفيكانتلي هاي. فانا لما اجي اشوف هذا التغير هون قليل وهذا التغير عالي، واضح؟ لما اجي اعوضه في المعادله راح نحصل على قيمه الاي سي درين ريزيستنس. فافكتيف للاي سي درين ريزيستنس دائما بتكون قيمها عاليه جدا، زي ما في المثال اللي معطيك اياه هون. فلنفرض انت جيت كان غيرت في هاي المقاومه او خفضنا من قيمتها، كانت معدل التغير في الجهد الفي دي اس قديش بيساوي في المثال هون؟ سوري، بيساوي هون 2 فولت. واضح؟ والتغير في التيار لما انتقلنا من كيو 1 لكيو 2 كان مقداره مثلا 2% ملي امب، لما نقسمهم على بعض هي زي ما انت شايف الاي سي درين ريزيستنس. طبعا هون في الحاله هذه شو سوينا احنا؟ زي ما كان مطلوب هون، حفظنا على انه الجيت سورس فولتج قيمته ثابته، كل التغيير اللي سويناه على طرف الدرين سورس سيركتري. يعني التغيير اللي خفضنا احنا، التغيير اللي سويناه هون خفضنا من قيمه هاي المقاومه، لما غيرنا من قيمه هاي المقاومه كان لها تاثير مباشر على تيار الدرين. واضح كيف؟ لما قللت انت زاد التيار، طبعا لما بتقلل المقاومه شو بصير في التيار؟ اكيد راح يزيد، فعشان هيك انتقلنا من كيو 1 لكيو 2 والفي دي اس طبعا زادت معنا، فعشان هيك قدرنا تمكنا نحسب التغير في التيار الدرين. وشفنا هون مقدار التغير في الفي دي اس لما قسمنا القيمتين على بعض مع المحافظه على الجيت سورس فولتج ثابت، شو حصلنا على الاي سي درين ريزيستنس؟ قديش طلع معنا مثلا؟ قيمته 100 كيلو اوم. مفهوم كيف؟ فالملاحظ انه الار دي دائما بتساوي معدل التغير دلتا في دي في دي اس على دلتا ايش؟ اي دي. واضح كيف؟ طبعا هون في شيء ثاني بسموه الترانس كوندكتنس. الترانس كوندكتنس المفهوم الفيزيائي له هو الكنترول ذات ذا جيت فولتج في دي اس هاز اوفر الدرين كرنت. يعني قديش انت بدك تيجي مثلا بدك تشوف كيف قديش الجيت سورس فولتج بيتحكم في الدرين كرنت، هذا يعبر عنه بالترانس كوندكتنس. هذا حتى تفهمها بالضبط ما بصير تيجي على الاوتبوت كاركترستيك كيرف اللي مربوط اللي موجود هون
اللي رابط بين شويه بين الدرين كارنت والفي دي اس، وانما بدك تشوف العلاقه الانبوت كاركترستيك كيرف اللي بتكون رابطه بين الدرين كارنت والجيت سورس فولتج. هي هذه الانبوت كاركترستيك كيرف هون، واضح كيف؟ هلا قديش بقدر بتحكم الفي جي اس بالفي جي اس، طبعا الجهد بين الجيت والسورس قديش بتحكم بالدرين كارنت، هذا يعبر عنه بشيء بسموه الترانس كوندكتنس. هلا الترانس كوندكتنس اعرف تماما انه لازم يكون حاصل قسم التيار على الجهد وليس بالعكس، لانه ما بصير يسمى ترانس كوندكتنس، بصير اسمه زي الامبيدنس، مفهوم كيف؟ هلا حسب ما نش الكنترول ذات ذا جيت فولتج الدلتا في جي اس has over the drain current is measured by the transconductance. هلا في صيغ رياضيه هاي الطالب لازم يحفظها، كثير كثير مهمه. الجي ام تساوي الجي ام نوت، هذا الجي ام نوت هي عباره عن الماكسيمم الترانسكوندكتنس، زي ما احنا شايفين بتكون حاصل لو بدك تحسبها بتكون 2 تايمز الماكسيمم درين كرنت او 2 تايمز الاي دي اس اس على البنش اوف او الكت اوف فولتج. هلا بتعرف انه حكينا بتتذكروا في في الالكترونيات واحد انه البنش اوف والكت اوف دائما بيكونوا ايش؟ المتساويات في الماجنتيود، بس في واحده دائما بتاخذ اشاره مختلفه عن الثانيه، زي ما انت شايف هون مثلا على الكاركترستيك كيرف. يعني هذه مثلا تكون من النقطه هاي، هذه ممكن تكون البنش اوف، مفهوم كيف؟ في المقابل بتساوي نفسها نفس قيمه الكت اوف اللي موجوده هون، واضح كيف؟ بس واحده هذه بتكون دائما اشارتها موجبه لانها جايه بين على البوزيتيف في الربع الاول، وهي تاخذ اشاره سالبه لانها جاي وين؟ في الربع الثاني، مفهوم كيف؟ طيب فعشان هيك الكتاب بالعاده بحط هون سواء كان حطيتها في بي او في كت اوف نفس المقدار، بس لازم يكون في عندي اشاره الابسوليوت حتى نتخلص من اي شيء سالب. طيب حسبنا الماكسيمم ترانس كوندكتنس، اوكي لما نيجي نعوضه هون في المعادله هاي، لاحظ كيف فيو الجي ام نوت في واحد ناقص ال VGSQ على ال VB. هلا مهم جدا حتى انت تيجي تعمل small signal analysis على الفيت امبليفاير سيركت، مهم جدا يجي نحسب نعمل الدي سي اناليسيس حتى نطلع الكوردينيتس تبع الكيو بوينت الفي جي اس كيو والاي دي كيو، لانه بدونهم ما بتقدر تحسب الترانس كوندكتنس من مره، واضح كيف؟ هلا في ضل اخر شيء الامبليفيكيشن فاكتور، بدنا شو هذا تعريف، بدنا نشوف شو المفهوم الفيزيائي للامبليفيكيشن فاكتور. indicates how much control that the gate voltage has over the drain source. هلا هون احنا الامبليفيكيشن فاكتور هو عباره عن معامل التكبير للفت ترانزستور. انت بدك تيجي هون تشوف حسب الرسمه اللي شايفينها امامنا هون، بتشوف قديش قديش قيمه الجيت بتحكم الجيت سورس فولتج، قديش بتحكم في الدرين سورس فولتج، مفهوم كيف؟ هلا بتكون الامبليفيكيشن فاكتور عاليه اذا كان مقدار، اذا كان مثلا لما انا بتحكم بالجيت سورس فولتج، اذا كان بتحكم له تاثير مباشر على الدرين سورس فولتج، بحيث انه ايه يعني اذا بكبر هون بمقدار بسيط التكبير الاشاره اللي بنحصل عليها على الاوتبوت بتكون مقدارها كبير. اذا كان يعني خليني اعيدها، يعني لو انا كبرت الموجه شوي صغيره هون، كان التاثير التكبير هذا للموجه على الانبوت شوي صغيره على الانبوت كان لها تاثير مباشر على الاوتبوت، بحيث انها ايش خلت الموجه على الاوتبوت تكبر بشكل كبير. تعرف انه الامبليفيكيشن فاكتور للفت ترانزستور هون عالي جدا، واضح؟ بينما في المقابل لو تيجي تتعامل مثلا مع فت الترانزستور قيمه الامبليفيكيشن فاكتور تبعته قليله. كيف يعني بتكون قليله؟ يعني انه قديش بكبر في الاشاره على الانبوت مش ملاحظ انه لها تاثير كبير على الماجنتيود للاشاره على الاوتبوت، مش مكبره بشكل كثير كبير، مفهوم كيف؟ فدائما وابدا افضل شيء احنا نستخدم الفت اللي بتكون فيه الامبليفيكيشن فاكتور عالي كثير. هلا حسب المعادله الرياضيه هون، هي الدلتا في دي اس على دلتا في جي اس. هلا بتشوف انت هون بتلاحظ ان الامبليفيكيشن فاكتور هو عباره عن حاصل ضرب الترانس كوندكتنس مع الدرين ريزيستنس. هلا كيف بدنا نتوصل لهذا الحكي؟ حكينا طلع كيف، بدي افرجيك كيف توصلنا الدلتا في دي اس على دلتا في جي اس. هلا اخذت انا ضربت البسط والبقام في الدلتا اي دي والدلتا اي دي، واضح؟ انت هيك ما اثرتش عليه ولا اي شيء للامبليفيكيشن. لما وزعنا هلا الدلتا اي دي على البسط وعلى المقام، هلا الدلتا في دي اس على الدلتا اي دي شو بدها تساوي للترانس كوندكتنس زي ما عرفناها سابقا، واضح كيف؟ هي الدلتا في جي اس على الدلتا اي دي وين او سوري ترانس كوندكتنس، شو سوينا
الـ RD شوية صغيرة، مش راح كانت تعرف الـ RD، دلتا في دي اس على الـ RD، هيسوينا الـ RD. اوكي هيسوينا الـ RD هون. اوكي هاي الـ RD، وهي الدلتا اي دي على الـ VGS هيسوي. بس الترتيب هون مختلف، استنى شوي، بس ابقى احط هذه اول اشي والثاني بحطها وراها، ما بتاثرش يعني ولا اشي. اوه شكرا على دقيقة واحدة على هذا بس هلا بعد. هذا طبعا خلص هي زي حكينا، هاي الأرضية ايوه هيك. هلا الملاحظ هون من الاشتقاق انه الامبليفيكيشن فاكتور شوي شو بتساوي، حاصل ضرب الـ AC drain resistance او الـ internal drain resistance بالـ transconductance، بدليل انه لما تيجي تشوف هون الـ AC drain resistance دائما الدلتا VDS على الدلتا ID، والـ transconductance بيساوي الدلتا ID على الدلتا VGS. لما نضرب القيمتين في بعض الدلتا ID في البسط بتروح مع الدلتا ID في المقام، شو راح تصفي معانا الدلتا VDS على الدلتا VGS، شو راح يسوي الـ amplification factor، مفهوم كيف؟ طبعا هون معطي مثال بسيط، حاكي انه اذا كانت ميو هذه او الامبليفيكيشن فاكتور 50، it means انه الجيت سورس فولتج is 50 تايم effective in controlling the drain source current، يعني بيكون مقدرة تحكم الجيت سورس فولتج عنده قدرة كافية يتحكم بالدرين سورس كرنت 50 تايمز. واضح كيف؟ في مثال بسيط موجود هون على كومن سورس فيت امبليفاير سيركت، الدائره اللي مستخدمينها هون نوع الترانزستور هون ان شانل جيفت، حاطينه في الدائره كومن سورس، هي باي باس كومن سورس امبليفاير. ما في عندي عده معطيات، هيك بالعاده بتيجي الاسئله على الفيت امبليفاير، يعني بعطيك معطيات بطلب منك ترسم الدائره، فالطالب لحاله يعني لما نقول له مثلا كومن سورس مستخدم سيلف بايس او كومن سورس مثلا للفيكسد بايس او كومن سورس للفولتج ديفايدر، بده يعرف من القسم يعرف كيف يرسم الدائرة بشكل صحيح. واضح كيف؟ الـ VDD قيمتها 18 فولت، معطيه قيمة للـ RD والـ RS والـ Gate Resistor، معطينا الـ ID Maximum Drain Current 10 ملي أم، والـ Pinch of Voltage مثلا سالب 5 فولت، أوكي؟ وبحكي إنه الـ Fit Output Conductance 2.5 مايكرو سيمنز. أول إشي طالب منه نرسم الدائرة، طبعا الدائرة هيك بكون رسمتها، كيف ليش لأ؟ ليش هيك رسمناها؟ لأنه أول ملاحظ إنه هوني شو كاتب في السؤال، هي كومن سورس، كيف يعني كومن سورس؟ تعال نشوف انه الانبوت سيجنال المطبقه على الجيت والاوتبوت سيجنال اللي ناخذها من طرف الدرين، الطرف المشترك اللي مش مشترك عفوا بين الانبوت والاوتبوت اللي مش محطوط عليه لا الانبوت سيجنال ولا الاوتبوت سيجنال هو طرف السورس، مفهوم كيف؟ طبعا هذه اسمها كومن سورس. طبعا في الكومن سورس انت بامكانك تستخدم ثلاثه كونفيجريشن، يا اما بتحط فيكس بايس او سيلف بايس او فولتج ديفايدر بايس. هون شو حاكي مثال انه هي مستخدم سيلف بايس، السيلف بايس دائما بتكون في عندنا الار اس موجوده. طيب هلا في كلمه ضافه هون اسمها باي باس، ايش يعني باي باس؟ انه السورس ريزستر هذه بكون مربوط عليها كاباستر سي 3 يعمل عليها باي باس في الاي سي اناليسيس، بينما في الدي سي الار اس بتكون موجوده ما بتتاثر بقيمه هذا الكاباستر من مره، لان الكاباسترات دائما بتصير اوبن سيركت في الدي سي اناليسيس. واضح كيف؟ طبعا هي رسمنا الدائره هيك اول خطوه. لما بدك تيجي تطبق الـ AC Analysis هاي شوية شو الخطوة، اوكي هذا المطلوب الأول خلصناه. طالب نرسم الـ Small Signal Circuit، لما تيجي ترسم الـ Small Signal Circuit بالعادة ما فيك ترسم الدائرة بشكل مباشر قبل ما تعمل شيء بسموه زي الـ Preliminary Design، يعني بدك تدرج في الحل لحد ما توصل للدائرة النهائية بشكل صحيح.
واضح كيف؟ أول خطوة أي كباستر موجود عندي بده يصير هون شورت سيركت في الأي سي أناليسيس، الفي دي دي حسب السوبر بوزيشن تكنيك بحولها لجراوند تيرمينال، إذا هيك الرسمة بتصير معنا، هي حولنا كل الكباسترات لشورت سيركت، هي الآر في والآر ال، وعن هيك الدائرة شكلها. هلا صار بإمكاني بعدها أجي أستخدم أحط محل الفت الترانزستور، أحط محله السمول سيجنال ايكوفلنت موديل، هي سمول سيجنال ايكوفلنت موديل للفت كيف بيكون شكله، هي حكينا عنه سابقا هون، واضح؟ بس بدك توصله بشكل صحيح، هون بدنا نراعي كيف التيرنز جاي مع بقية العناصر في الدائرة. أول شيء جهة الجيت، هون الجيت في نقطة تفرع عليها، طرف منها رايح للجيت ريزستور والطرف الثاني رايح لمصدر التغذية، هي زي ما تشايف هاي البيت هون، واضح؟ هلا المشترك بين الانبوت والاوتبوت اللي هو الجراوند او طرف السورس، هي السورس كله جاي على الجراوند، هذا الكومن بين الانبوت والاوتبوت، واضح؟ عشان هيك سميناها كومن سورس، مفهوم كيف؟ ليش؟ لانه السورس في يعني كومن سورس، السورس بعيد بحكي بكون مشترك بين الانبوت والاوتبوت، سورس تيرمينال، هذا جهه الاوتبوت وهي جهه الانبوت، واضح كيف؟ طبعا هلا الدرين هون في عندك الدرين، بتشوف انه المقاومتين هذول لو نيجي نطلع بيطلع من الار دي والار ال كيف جاي مع بعض على التوازي، لانه مشتركين من في طرف الدرين من جهه، من الجهه الثانيه مشتركين بالجراوند، مفهوم كيف؟ زي ما تشايف هون. طيب هلا الار دي والار ال جايين على طرف الدرين، واضح الاثنين مع بعض، هيو الار دي والار ال، من الجهه الثانيه رايحين على الجراوند، والجراوند هذا على ايش مشبوك؟ على السورس تيرمينال، واضح؟ هي السورس جاي مع الجراوند، مفهوم كيف؟ طبعا هاي الدائره هيك رسمتها كثير كثير سهله، هذه شو اسمها السمول سيجنال ايكوفلنت موديل للفيت امبليفاير. بعد ما رسمنا هاي الرسمه صار في امكانيه مثلا تحسب البارامترز تبعت السمول سيجنال، كيف يعني تيجي تطلع الانبوت امبيدنس، الاوتبوت امبيدنس، الفولتج جين، اللودد كرنت جين، ممكن تطلع كله بسهوله. تعال نشوف شو بعدها بدنا نعمل. بس قبل هيك لازم نطلع البارامترز تبعت الفت ترانزستور. البارامترز تبعت الفت ترانزستور معطيني شيء بسموه هون في المثال الاوتبوت كوندكتنس 2.5 مايكرو سيمنز. الاوتبوت كوندكتنس هي عباره عن ايش؟ هي جي او اس اوتبوت، هي الفت اوتبوت كوندكتنس. ايش العلاقه بينها وبين الاي سي درين ريزيستنس؟ الريسبروكال، العلاقه بين الثنتين، يعني خذ المقلوب تبعت الجي او اس اطلع معي الار دي، الاي سي درين ريزيستنس، تعال نشوف هي الاي سي درين ريزيستنس تساوي 1 على جي او اس، الجي او اس قيمتها معطيني اياها 2.5 ضرب 10 قوه سالب 6 لانه هذه مايكرو، واضح كيف؟ اطلع معي هون قديش قيمتها 40 كيلو، هذه الاي سي درين ريزيستنس. هلا بعد ما طلعنا الاي سي درين ريزيستنس اوكي شو بنقدر نسوي؟ خليني نشوف. طيب لو جينا نعمل اوكي ما فينا نطلع اي شيء بيتعلق يا جماعه بالترانس كوندكتنس في دوائر الفت امبليفاير سيركت قبل ما تيجي تعمل الدي سي اناليسيز، لانه الغرض من الدي سي اناليسيز احنا عرفنا نحسب الكوردينيتس تبعت الكيو بوينت، متى ما طلعت الكوردينيتس تبعت الكيو بوينت صار بامكانك تعوض في المعادله هاي او هذه عشان تطلع ايش الترانس كوندكتنس. بدون الدي سي اناليسيز ما بتقدر تعرف اي شيء بيتعلق بالترانس كوندكتنس الجي ام، مفهوم؟ فعشان هيك الدي سي اناليسيس جدا مهم. احنا هون هاي الدي سي اناليسيس هذا هيك الدائره بصير شكلها، هي زي ما تشوف في الدي سي حكينا الكباسترات سي 1 و2 و3 بصيروا اوبن سيركت، الفي دي دي بتضلها موجوده، طبعا اذا صاروا اوبن سيركت انت هيك راح تفصل السيجنال سورس عن الامبليفاير وراح تفصل اللود امبيدنس كمان عن الامبليفاير، هيك الدائره بصير شكلها. طبعا هذه تحليلها في الدي سي اناليسيس سهل جدا، بس في بدي احكي لكم حاجه، انا راح ارفع لكم شابتر كامل كنا ماخذينه سابقا مخصص لتحليل دوائر الفت بايسنج سيركت والدي موس فت بايسنج سيركت، اخذنا في الكترونيات واحد زي ما سوينا في البي جي تي، كنا تعرف كيف سويت في البي جي تي، حطيت شابتر كامل بتعلق في البايسنج سيركت، فانا برفع لكم اياه اليوم ان شاء الله حتى الطالب يتعرف كيف يعرف كيف يعمل الدي سي اناليسيز لاي فت لاي فت امبليفاير سيركت، واضح كيف؟ طبعا هاي الدائره سيلف بايس، السيلف بايس طبعا هذه لانه مستخدم هون ان شانل دي موسفيت او ان شانل جي فت محكومه بالعلاقه تبعت الترانسفير كاركترستيك ايكويجن او بسموها او الشوكلي ايكويجن، هي
اوكي، في بدي معادله ثانيه، لانه عندي انا مجهولين، كم شو مجهول احداثيات الكيو بوينت الفي جي اس كيو والاي دي كيو. طيب تو انونز دائما كم ايكويجن بدهم؟ تو ايكويجنز. هاي الايكويجن الاولى، وشو الايكويجن الثانيه؟ هاي الفي جي اس كيو في السيلف بايس دائما بتساوي ناقص الاي دي كيو في الار اس. طبعا الار اس قديش قيمتها؟ معطيني اياها المثال سابقا 270. هيك جهزنا المعادله رقم واحد. هلا بالنسبه لهذه الشوك الايكويجن هون بدنا نعوض الماكسيمم درين كرنت بقيمته 10 ملي ام، الفي جي اس كت اوف هون او البنش اوف فولتج سالب 5. لما نيجي نعوض الارقام هون، هيك المعادله رقم 2 صارت جاهزه. اسهل شيء انت تعمل حتى توجد الكيو بوينت، تعوض معادله رقم واحد في معادله رقم 2. هاي بنقدر نعوضها بدلاله الفي جي اس كيو هون. لو حطيناها هون شو بتصير معنا؟ هيك المعادله بتصير شكلها واضح كيف. هاي كل اللي موجود فيها عباره عن الاي دي كيو. طبعا هذا المقدار اللي موجود هون بدنا نربعه، لما الربع بصير 1 ناقص 108 الاي دي كيو زائد 2916 اي دي كيو تربيع. هلا هذه عباره عن ايش؟ معادله تربيعيه، بدنا نطلع الروتس لها، الروتس اللي هم للاي دي كيو. هيك هاي المعادله التربيعيه بتساوي صفر. طبعا دائما بيطلع قيمتين للتيار، مفهوم كيف؟ القيمتين واحدة بتكون مقبولة والثانية واحدة بتكون اكسبتبل والثانية ما بتكون اكسبتبل. كيف بدنا نعرف الان اكسبتبل فاليو؟ يعني الشيء القيمة اللي رفضناها، انه دائما لما تيجي تعوض قيمة التيار القيمة الثانية لما نعوضها هون، فدائما ال VGSQ لازم تكون قيمته اعلى من ايش؟ ايضا تعال نشوف على الانبوت كاركترستيك كيف للجيفت هون، ال VGSQ لازم تكون قيمته اعلى من ايه؟ من البنش اوف فولتج او الكت اوف فولتج. القيمه اللي رفضناها قبل شوي شو بصير؟ شو مشكلتها؟ انه لما تيجي تعوضها وتحسب قديش الفي جي اس كيو راح تكون قيمتها اقل من الكت اوف، وهذا الحكي غلط. دائما الفي جي اس كيو هون شو بتكون قيمتها؟ لازم تكون دائما وابدا اعلى من الكت اوف فولتج. مفهوم كيف؟ الفي جي اس كيو بعيد وبحكي لازم تكون قيمتها اعلى من الكت اوف فولتج. فعشان هيك بنشوف انه هذا التيار، هذا التيار اللي حسبته انا الاي دي كيو لما نيجي نعوضه في معادله رقم واحد هون نحسب قديش الفي جي اس كيو، طلع قديش قيمته؟ طلعت سالب 0.14. قديش الكت اوف فولتج هون؟ سالب 5. تعال نرجع الرسم شوي. هلا الفي جي اس كيو قديش طلع معي؟ سالب 0.1، سالب 1.4. بينما الكت اوف فولتج قديش قيمته؟ سالب 5. هلا انو الاعلى وانو الاقل؟ الفي جي اس كيو هون كانت اعلى من قد من الكت اوف فولتج. هيك منطقي جدا يكون الشغل، واضح كيف؟ ف هيك يعني تحليلنا لهلا صح 100%. طيب هي حسبنا الاي دي كيو لما جينا عوضناها في معادله رقم واحد، سواء عوضتها في معادله يعني هذا التيار لو عوضته هون او هون راح تحصل على نفس قيمه الفي دي اس كيو، بس انا اسهل لي كثير اعوض في معادله رقم واحد هون. هي طلعت معي سالب 0.14. هلا ساعتها خلص متى ما حصلت على الفي دي اس كيو والاي دي كيو هون بامكاني اعوض بشكل مباشر في المعادلات تبعت الترانس كوندكتنس، اطلع القيمتين الانيشال ترانس كوندكتنس واطلع الترانس كوندكتنس فاليو. تعالوا نشوف كيف سويناهم هون. هاي الانيشال ترانس كوندكتنس او الماكسيمم ترانس كوندكتنس بتساوي 2 تايمز الماكسيمم درين كرنت على البنش اوف فولتج، تطلع قيمته 10، 4 ضرب 10 قوه سالب 3 سيمنز. اوكي، والجي ام هون هي عندنا الجي ام نوت حسبناها، واضح؟ هي عوضناها. بس انا بدك تعرف، مهم جدا تعرف الفي جي اس كيو، هي حصلنا عليها من الدي سي اناليسيس، عوضناها قد ايه؟ سالب 0.14. هلا السالب مع السالب بصير موجب مع السالب، هذا بترجع سالب، فتطلع الجي ام نوت، الجي ام عفوا دائما قيمتها اعلى من الماكسيموم الترانس كوندكتنس. هذا الماكسيموم الترانس كوندكتنس دائما قيمتها اعلى شيء، الجي ام لازم تكون دائما اقل منها. فطلعت 2.88 ضرب 10 قوه ناقص 3 سيمنز، واضح كيف؟ هلا خلينا نرجع للدائره تبعتنا هون. بدنا نحسب مثلا، لو جينا حكينا لطالب يحسب الانبوت امبيدنس، سهل جدا. الانبوت امبيدنس دائما بكون سين فروم الفولتج سورس هون او السيجنال سورس اللي موجوده. شو راح تشوف على الانبوت هون؟ هذه جهه الانبوت وهي جهه الاوتبوت. حكينا انه دائما الفيت ايكوفلنت سيركت موديل عامل عزل كامل بين الانبوت والاوتبوت. طيب الانبوت امبيدنس هي عباره عن الجيت ريزستور. الحلو في الدوائر تبعت الفيت امبليفاير انه بامكانك انت تتحكم بالانبوت امبيدنس من خلال تغيير قيمه المقاومه تبعت الجيت، واضح؟ قديش الجيت ريزستور هون؟ حاطينها 10 ميجا اوم.
معطيك اياها في المعطيات هون. ايوه الجيت ريزيستر 10 ميجا اوم. اذا الجيت ريزيستر هي عباره عن الانبوت امبيدنس، واضح كيف؟ طيب بالنسبه للاوتبوت امبيدنس، دائما ناخذ الاوتبوت امبيدنس دائما نحسبه بمعزل عن اللود امبيدنس ار ال، بتطلع على دائره الايكوفلنت او عفوا سمول سيجنال سيركت من جهه الاوتبوت، مفهوم كيف؟ ايش راح نشوف؟ راح نشوف العنصرين هذول على التوازي مع بعض. هلا بتسال الطالب يعني هذا الديبندنت كارنت سورس هون صار كانه هو، لو بدك تيجي للتحليل الدقيق انت لما بدك تحسب الاوتبوت امبيدنس بالعاده بتطبق مصدر جهد على الاوتبوت هون حتى تعمل ايش؟ تعمل اكتيفيشن للديبندنت كارنت سورس هون. هذا الديبندنت كارنت سورس بالعاده احنا زي ما اخذنا في الدوائر الكهربائيه لما كنا نطلع الثيفنز ريزيستنس كنا دائما نشوف ديبندنت سورس نعمل له ايش؟ ما بتصير نعمل عليه كل، نعمل له نحط تيست فولتج سورس او تيست كرنت سورس على الاوتبوت ونشوف قديش بيطلع معنا التيار. فهلا الملاحظ هون هذا قيمه الديبندنت سورس هون مش راح يكون له تاثير كبير على الار دي، بس الاي سي درين ريزيستنس الار دي والار دي كابيتال لتر. فعشان هيك بنقدر نحكي لما نحسب الاوتبوت امبيدنس انه بتساوي المقاومتين هذول على التوازي مع بعض بمعزل عن ايه؟ عن الديبندنت كرنت سورس. هذا مفهوم كيف؟ هاي الاوتبوت امبيدنس طلعت معي 1165 اوم، واضح كيف؟ بضل اخر شيء بدنا نحسب النو لود فولتج جين. في الدوائر هاي لما نيجي نحسب النو لود فولتج جين دائما تعتبر انه الار ال بتكون انفينيتي، هيك الايكوفلنت سيركت بتصير. لما الفولتج جين دائما حاصل قسمه الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. هلا الانبوت فولتج هون سهل جدا، شو بده يساوي؟ بده يساوي الجيت سورس فولتج. هاي معادله رقم 2 صارت جاهزه، نعوضها في معادله رقم 1. بخصوص معادله رقم 3 اللي بتخص الاوتبوت فولتج هون، شو راح يساوي؟ الاوتبوت فولتج بده يساوي التيار هذا، مصدر التيار مضروب في المقاومتين هذول على التوازي مع بعض، شو بيطلع معي الجهد؟ بس ضروري هون نحط اشاره سالبه لانه الاقطاب، او نسيت احط الاقطاب، انا بعد شو اسمه بضيفهم هون حسب التو بورد سيستم كيف الاقطاب على الاوتبوت والانبوت بتكون، القطب السالب تحت والموجب لفوق على الانبوت وعلى الاوتبوت، واضح كيف؟ فانا عشان القطبيه الفعليه اجت بعكس الحاله اللي فرضتها انا، فبتكون في عندي هون اشاره سالبه، واضح كيف؟ هذه الاشاره السالبه كان من اتجاه اندفاع الديبندنت كارنت سورس لتحت، لو انه لفوق بتكون الاشاره موجبه، بس لازم تكون لتحت. ليش؟ حتى تعمل انتروداكشن لفيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج. فالاوتبوت فولتج هي قيمته، بعيد بحكي شو بده يساوي، قيمه التيار الجي ام في الجيت سورس فولتج مضروبه في هدول المقاومتين لما اخذنا القيمه المكافئه لهم على التوازي مع بعض، حصلنا على ايش؟ الاوتبوت فولتج. هلا لما نيجي نعوض المعادله رقم 3 ومعادله رقم 2 نعوضهم في معادله رقم 1، اللي راح نشوفه انه النو لود فولتج جين شو بده يساوي معنا؟ هاي الفي جي اس مع الفي جي اس بيشطبوا مع بعض، هاي سهله جدا، بتساوي ناقص الجي ام لما ناخذ الار دي والار الار دي سمول لتر مع الار دي كابيتال لتر على التوازي مع بعض. هذول شو كانوا يسووا قبل شوي؟ هم عباره عن الاوتبوت امبيدنس. هلا اذا بدك تحسب النو لود فولتج جين زي ما انت شايف هون راح تطلع معنا قيمته كثير قليله. الاوتبوت امبيدنس اضربها في الجي ام هاي اللي حسبناها، الترانس كوندكتنس هي 2.88 في 10 قوه سالب 3. شو صار معنا الفولتج جين هون؟ طلعت قديش معنا قيمته؟ ناقص 3.3552، واضح كيف؟ بعيد وبحكي دائما الفولتج جين في الفت امبليفاير بتكون قليله، بس الكرنت جين هلا بنشوف كيف. هلا في السؤال حاسب، تعال نشوف وين وصلنا في الريكويرمنتس تبعت المثال. اوكي وصلنا للسمول سيجنال، حسبنا الانبوت والاوتبوت امبيدنس. طيب طالب نرسم التو بورد سيستم موضحين فيه العناصر الداخليه والعناصر الخارجيه. طبعا هاي التو بورد سيستم عادي اللي استخدمناه سابقا في الكومن كوليكتور، بامكاننا نستخدمه على الفت امبليفاير. طبعا الانترنال اليمنتس للتو بول سيستم دائما بيكون فيها الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس ومصدر التغذيه. ايش في حدا كاتب لي شيء؟ تستعجلوش يا جماعه، ما حدش يطلع، خليكم شوي، خلصنا مش بس دقيقتين وبنخلص. هذا التو بورد سيستم هون موضحين فيه الانترنال اليمنت. هلا شو العناصر اللي موجوده على خارج الامبليفاير؟ تعالوا نشوفوا نشوف نطلع دائره الامبليفاير. هلا هذه كلها الامبليفاير سيركت ايش بتمثل؟ بتمثل مصدر التغذيه والار دي
والجيت ريزستر مع الار اس مع الانترنال. العناصر الخارجيه او الخارجيه اللي بتكون مضافه على الامبليفاير سيركت ايش هم؟ مصدر التغذيه مع ايه؟ مع الار ال. فاذا مصدر التغذيه جاء على الانبوت هون زي ما انت شايف، هي حاطينه على مدخل التو بورد سيستم، والار ال جاي على مخرج التو بورد سيستم، مفهوم كيف؟ طبعا هذه طريقه احنا حكينا بتسهل علينا التحليل بشكل كبير كثير كثير. احنا بدنا نطلع هلا الاي اي ال والاي في ال، هي الاي في ال كيف نحسبها؟ بس تعوض الارقام بشكل مباشر، اي في ال نو لود حسبنا قديش قيمته، الار ال 4.7 كيلو ام، والانبوت والاوتبوت امبيدنس زي معروفين. لما نعوض الارقام دائما الاي في ال لازم تكون قيمتها مالها اقل من الاي في نو لود، واضح كيف؟ طبعا هون في عندنا اشاره سالبه. هلا لما نجي نشوف الكرنت جين، باي ذا واي الكرنت جين دائما بالفت بتكون في الفت امبليفاير بتكون عاليه كثير. طلعت شوف كيف نحسب الكرنت جين، نسوي ناقص الاي في ال هي المقدار هذا، بس عشان الانبوت امبيدنس حكينا قديش كانت بتساوي، هي عباره عن الجيت ريزيستر اللي بتساوي، عفوا هذه او انا مخربط، هو لازم يكون 10 ميجا، هي الانبوت امبيدنس هون 10 ميجا، فهذا لسه المقدار بدنا نضربه كمان في 10 5772. بس خلينا نعوضها هون بشكل سريع، بلاش انساها، هذه 10 بتطلع هيك، شوف قديش الكرنت جين جدا قيمته عالية، is good، واضح كيف؟ طيب ليش ليش طلعت عالي كثير الكرنت جين هون؟ لودد كرنت جين، احنا ما بنعرف اي شيء بخصوص النو لود، فيش شيء اسمه نو لود كرنت جين، فيش اللودد، لودد كرنت جين مع وجود الار ال، مفهوم كيف؟ لو واحد فيكم مثلا بده يعرف مثلا النو لود كرنت جين ليش بنحط انديفايند؟ لانه قديش بتكون الار ال في حاله النو لود؟ بتكون قيمتها صفر، مش موجوده معنا، فلما ما بتكون موجوده قديش بتطلع الكرنت جين؟ تو انفينيتي، فهذا الحكي ما بزبط. احنا لما بدنا نيجي نحسب الكرنت جين لازم نحسبه على مع وجود الار ال، مفهوم كيف؟ هي طلع معنا قيمته 5720، قيمته عاليه كثير لسبب بسيط، انه الانبوت امبيدنس مفهوم قديش طلعت معنا، هي نفس الجيت ريزستر اللي قيمتها 10 ميجا ام، واضح كيف؟ هذا كل شيء بتعلق بالكومن سورس باي باست امبليفاير سيركت.